السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد اليوم بدنا نعطيكم الحل النهائي لمشكلة لا يوجد انترنت لبرنامج تي اف تي انلوك. بعد ما صار كثير تواصل مع ناس وفي ناس كثير نو انترنت كونكشن، بيعطي انه لا يوجد انترنت مع انه في منطقة مش محظورة، يعني العراق محظورة عارفين انه لازم يشغل في بي ان، بس المناطق الثانية زي الاردن تواصلوا معي من ناس انا متأكد انه شغال بالاردن لاني انا مشغله بدون في بي ان بدون اي شيء. فاكتشفنا المشكلة بعد ما تواصلت مع اكثر من شخص وانحلت بعدة برامج نزلناها عشان تشتغل يشتغل البرنامج، وهاي البرامج كلياتها من مايكروسوفت، يعني من اساسيات الويندوز. يا ريت في البداية اذا ما كنت مشترك تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس وتضغط لايك على الفيديو وتكتب لنا تعليق حلو زيك عشان نحس بتعبنا يا جماعة. اول شيء البرنامج حلو جميل جدا، في يعني كثير يعني لاغلب الاجهزه كل بحتاجه مجاني ما علينا، يعني شرحت عليه فيديوهات كثير واغلب فيديوهاتي بحل يعني تخطي الحسابات كلها بعمله عنه. ندخل في الموضوع مباشره. هاي المشكله اللي بتطلع بعد ما حدا ينزل نو انترنت كونكشن. طبعا في العراق حلها اذا برامجك كامله يعني كل شيء شغال عندك تمام، حلها انه انت تنزل في بي ان وتفتحه. طبعا الفي بي ان من البرنامج نفسه، يعني من نفس البرنامج في خيار في بي ان شرحته انا كثير قبل هيك، بس اذا ظلت عندك هاي المشكله حلها بسيط جدا جدا جدا. اول شيء راح اترك لكم ثلاث روابط اللي بدك تنزلوها قبل ما تنزلوا البرنامج تحت بالوصف. بدك تنزل نت فريم ورك من موقع مايكروسوفت دوت كوم، نزل اخر اصدار او هذا الاصدار ما بتفرق، هذا او هذا نفس الشيء. بتنزل نت فريم ورك وبتنزل برضه من مايكروسوفت دوت كوم، بتنزل مايكروسوفت فيجوال سي بلس بلس 2015، بتنزل الاصدار هذا واذا في اصدار ثاني كمان بتنزله، بتعمل بحث عليه او بتفوت على الرابط مباشره وبتعمل له داونلود وبتحمله على الجهاز. ثالث برنامج دايركت اكس برضه من مايكروسوفت دوت كوم، يعني البرامج الثلاثه اللي بدك تنزلها كلها من مايكروسوفت. يعني الخلل بالاساس بالبرنامج انه مش شغال، انه في عندك برامج ناقصه من الويندوز نفسه، وهاي البرامج هي المشغلات اللي بتحتاجها بالاساس لتشغيل الالعاب، والبرامج نفس الشيء في برامج بتعتمد على هاي البرامج عشان تشتغل وتتفعل 100%. فهاي البرامج نفسها الدايركت اكس والنت فريم ورك والسي بلس بلس هي الثلاث برامج اللي بتحتاجها عشان تشغل البرنامج ويشتغل معك 100%. بتنزلها على الجهاز، بتعمل ريستارت للجهاز، بفتح بتنزل البرنامج وبتشغله وان شاء الله امورك تمام تشتغل 100%. صار عندك اي مشكله بتقدر تكتب بالتعليقات وانا بتواصل معك، او بتفوت على حسابي على صفحتي بتروح على لمحه ومن هنا من روابط بتلاقي الفيسبوك تيك توك التويتر الانستغرام اي شيء بتقدر تتواصل معي منه، بتشوف ايش المناسب لك وبتتواصل معي. ان شاء الله اني ما راح اقصر معك واساعدك لغايه ما يشتغل البرنامج. يا ريت لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله يوفق الجميع.